بس يا واد، بس يا واد، خلاص هفتح. زغرتي ياما زغرتي، المأذون جه. انت متأكد يا واد ان الجوازة دي فيها مصلحة؟ ايه اللي فيها مصلحة؟ دي مصلحة العمر ياما. اذا كان كده الواحد يزغرت من حشاشي قلبه. اتفضل يا مولانا، اتفضل. اتفضل يا سيدنا الشيخ، اتفضل يا حبيبي. الف نهار ابيض. امال العروسه فين ياما؟ في الكابانيه يا حبيبي. ايه ياما الالفاظ دي؟ كابانيه ايه؟ بقول لك العروسه تقولي لي كابانيه. اتهدي يا واد، هروح اندهلها. خلاص خلاص. بنت يا نازك، يا نازك، تعالي يا بنت عريسك جه. تعالي يا نازك، تعالي يا اختي. منصور الجه يا اختي وجاب المأذون معاه. ايوه كده. اتمختار يا حلوه يا زينه، يا ورده من جوه جنينه. انا عارف، انا عارف ان انت متوتره عشان اول مره تتجوزي. اول مره؟ ايوه اول مره. انت هتعترض على النصيب ولا ايه يا مولانا؟ يا انتي عروسة مرزوق يا ناس، يا انتي بطة حلوة. البطايق لو سمحت. اه ادي يا سيدي بطاقتها، ادي بطاقتي. يا واد انت متأكد؟ ده جواز يا ضنايا، جواز. ايه اللي متأكد؟ ما قلت لك 100 مرة متأكد. ياما اسكتي بقى والنبي بدل ما اغزك. قولي يا اختي زوجتك نفسي. اه لا مؤاخذة يا مولانا، اصل العروسة من الفرحة فقدت النطق. فقدت النطق؟ ايوه فقدت النطق. مش اول مره تتجوز. هي كبرها تهز راسها. ها تهز راسها.